نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو أظهرت فيه راقصة بالي اسمها أشلي باودر، عمرها 32 سنة، أدت أداء مذهل برقصها وكأنها نجمة بحيرة البجع بالرغم من أن هي حامل. وبدأت في الرقص بصحبة فرقة بالي منذ عام 2000 ولا زالت بتمارسه حتى الآن. أشلي أدت أكثر من 10 لفات متتالية، زوجها صورها في أثناء الرقص وفي أثناء هذه الحركات اللي كانت بتقوم بيها، ليحصل مقطع الفيديو على 28 ألف إعجاب و5000 تعليق على أدائها طبعا وقوامها الممشوق. رقص طبعا مذهل، واعتقد ان ده بيبين انه يعني زي ما بيقولوا كده الخواجه بيقول if there is a will there is a way، او لو في اراده دايما هيكون في طريق لتنفيذ المطلوب. يعني دي واحده حامل، واضح ان هي يعني متمرسه جدا في الرقص، في رقص الباليه من سنين طويله، علشان كده قدرت ان هي على الرغم من حملها ان هي تؤدي الرقصه بشكل فيه سلاسه جدا.